ذهب مخطط تم المصادقة عليه، يعني هو قابل أنه يستغل كما هو. أنا فقط مبشر هنا سفينة تنس ولاية شلف أننا الحمد لله هذه السنة في إطار تطهير المدونة، مدونة المشاريع الاستثمارية في كل ولايات الوطن، تمكننا من رفع التجريب عن هذا المشروع. في غلاف مالي يقدر ب 100 مليون دينار جزائري في مرحلة أولى، إن شاء الله سيتم كل هذه الأشغال الاستعجالية، وراح تكون مشاريع أخرى في التنسيق مع الوكالة، وكالة القطاعات المحفوظة، حتى تتكفل من خلال ميزانيتها الخاصة بمشروع لبارو سينياليتيك، البطاقة التعريفية لكل معالم على مستوى مدينة تنس العتيقة.